سلم 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 منسيكو هذه هي خذ بايك. سلم سلم منسيكو هذه هي اي اف ام وهذه خذ بايك. الاسم ظافر عبدين. المهنة ممثل. العمر 40 سنة. النشاط قطوس. الجنسية تونسية. شهيرة بي علاش تحب تطيحني تو بالسيف؟ ظافر عبدين ممثل تونسي اللي طايح أكثر من الواقف عليه. بدا كجور محترف متاع كرة حتى 23 على إثر إصابة خليته يبعد على الميدان، نقصد الميدان متاع الكرة. دم كان مساعد للمخرج المنصف الذبيب، بعدها مشى لندن ودخل الكلية متاع الدراما، تخرج منها عام 2002. ظافر عبدين أول ممثل تونسي بدا من برا وهو داخل، نقصد بدا من برا من مسلسلات بريطانية وإنجليزية تعرضت على البي بي سي كيما دوبيل، ومن بعد دخل لتونس وين فرقعها مع مسلسل مكتوب في دور دليل وين ورى قدرات تمثيلية مش نورمال. به ظافر والقدرات التمثيلية حسسنا يا ظافر اللي نتفرجوا في سكس اند ذا سيتي اما فيرسيون تونسية. لا وهذا ماهوش من صلوحيات. ملا من صلوحيات شكون ظافر؟ ايش خدمها انت خذ بايك؟ هذا كفو يا معاك اللي ما حبيتش نعطيك بايك انا واللي هكا شويه معناتها ما يعني عاوني شويه وين وصلنا احنا؟ سامحوني باش نرجع بكم بالتوالي. ها باش نرجع بك انا التالي ونفكرك في دوسيا برشا ناس ما تعرفوش. اهلا وسهلا بكم من جديد في امير الشعراء ظافر العابدين هنا من ابو ظبي. حلوه هذا يا امير الشعراء ظافر عبدين. ارتاح شويه ظافر. اسمعوا اي يا جماعه طرف جده يا اخي معدي وخذ بايك مش ميسهل فيها ربي وتتعدى. اسمعوا تو كي تخرج ممثله تونسيه حليلتها لبرا وتستعمل فيزيك نتاعها وزينه هكا تقولوا كيفاه، وحتى حد ما يتكلم كي يخرج ممثل الخارج تو بجاه ربي. كان جاي ظافر عبدين خايف زعما ينجم ينجح ويوصل ويعمل سكسي هذا الكل ملا حتى الممثل زاد يستغل الفيزيك نتاعو. يا ناري عليك يا خاي ما نتبعوكش ما نحاولوش نعرفو انت شكون انا متاع خذ بايك. سلام 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 هذه هي خذ بايك.